بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد بإذن الله الدرس الأول في الوحدة الرابعة، المفهوم الأول. أول مفهوم بيتكلم على تفتت الصخور وتحركها من مكان إلى آخر. خدنا بعض الحقائق قبل كده زي دلتا النيل. عارفين الدلتا اللي شبه المثلث اللي على خريطة مصر؟ هي منطقة منخفضة على شكل مثلث مقلوب. بتتكون إمتى يا مستر الدلتا؟ لو حصل التقاء لنهر النيل بالبحر المتوسط، وده بيحصل في دلتا نهر النيل. يبقى الدلتا شكلها ايه؟ مثلثة الشكل. طب هي عبارة عن ايه؟ منطقة منخفضة. طب والمثلث ماله؟ مقلوب. طب بيحصل عند التقاء مين؟ نهر النيل يا مالك مع البحر المتوسط. ادي اول حقيقة. تاني حقيقة معانا الكثبان الرملية. شايفين الشكل بتاع الرمال في الصحراء عامل زي التلال الجبلية، أو ده اسمه الكثبان الرملية. طب إيه تعريفها؟ هي تجمعات رملية تكونت بفعل الرياح. الريح تقعد تزق الأتربة والرمال لحد ما تتراكم فوق بعضها وتعمل طبقات تسمى بالكثبان الرملية. طب إيه معنى الكثبان الرملية؟ هي تجمعات رملية تكونت بفعل الرياح واللي بتنقل الرمال من مكان إلى آخر. طب الوحدة دي بتتكلم على إيه؟ على تغير مظاهر وأشكال سطح الأرض. طب أول عنصر هنتكلم عليه تفتت الصخور وتحركها. كلنا يا ولاد عارفين إن ممكن أي صخرة تتفتت. طب إيه اللي فتتها؟ عوامل كتير أو قوى موجودة في الطبيعة. زي مين؟ المية، كتر تعرض الصخور للرمال، كتر تعرض الصخور للمياه أو الرياح يؤدي إلى تفتتها. يبقى مين يا ولاد أهم عاملين مسؤولين عن تفتت الصخور؟ الماء والرياح يا ولاد. وخلي بالك تحرك الرياح بيعمل إيه؟ بيعمل حركة للرمال. يبقى إذن الرياح تحرك الرمال. طب لو حصل ترسبها، يعني قعدت تراكمت فوق بعضها، تتكون مين؟ الكثبان الرملية. طب يتسبب جريان المية فوق الصخور إلى إيه؟ إلى تشقق الصخور. مية على الصخور يؤدي إلى تشققها. طب تفتيت الصخور هي مرحلة ولا أكتر؟ قال لك 3 مراحل. الصخور بتتفتت عن طريق 3 مراحل متتالية ب3 أسماء جديدة. مفهوم اسمه التجوية، ثم التعرية، ثم الترسيب. هقول تاني، أول مفهوم التجوية، تاني مفهوم التعرية، تالت مفهوم الترسيب. طب إيه الفرق بينهم يا مستر؟ أقول لك أنا الفرق. التجوية يعني إن الصخرة تتفتت إلى قطع صغيرة بسبب المية أو الرياح أو الحرارة، يبقى مجرد التفتت بس، أو ده اسمه التجوية. طب لو الفتات اللي نزل حصل انتقال ليه من مكان إلى آخر، أهو ده اسمه التعرية. طب والانتقال ده بسبب مين؟ يا إما المية يا إما الرياح اللي بتنقله. طب لو الفتات ده بعد ما اتنقل لمكان آخر ترسب وتجمع وتراكم يؤدي إلى عملية الترسيب. الترسيب بمعنى إرساء واستقرار الفتات في سطح الأرض. يبقى كم خطوة؟ 3. لو اتفتت بس تجوية، طب اتفتت وبعدين انتقل تعرية، طب استقر وتم إرساؤه في الأرض يبقى الترسيب. أدي الـ3 خطوات الأساسية لعملية مين؟ تفتيت الصخور. هنتكلم دلوقتي على تغير مظاهر سطح الأرض. خلي بالك إن تفتت الصخور يمكن أن يؤدي إلى تغير مظاهر سطح الأرض. طبعا مجرد الصخور ما تتفتت يبقى عمل تغيير في الشكل، وتختلف مظاهر السطح من حيث الشكل واللون والملمس تبعا للقوة التي تتشكل بها الصخور. يبقى لو قال لك تختلف مظاهر السطح عن بعضها أقول له تمام. طب في إيه؟ أقول له في الشكل واللون والملمس. طب مظاهر السطح يعني إيه؟ الحاجة اللي بتشوفها بعينيك على سطح الأرض. زي مين؟ الجبال والوديان والصحاري والمحيطات، دول كلهم اسمهم ايه؟ مظاهر سطح الارض. يبقى تاني، ما هي مظاهر سطح الارض؟ جبال ووديان، صحاري ومحيطات.
طب اديني أمثلة للوديان. وادي نخر ده عبارة عن أخدود كبير موجود في دولة عمان، وتعتبر منحدرات بتاعته متموجة عاملة زي الموجة، والقمم بتاعته عالية، ودي أدلة بتساعد على فهم كيفية تكون الأخدود. يبقى لو قال لك اذكر أمثلة للوديان أقول له وادي نخر عبارة عن أخدود كبير في دولة عمان. طب إيه كمان؟ جبال سانت كاترين موجودة في الصحراء الصينية المصرية، والجبال دي بتتأثر بالعوامل الطبيعية زي الرياح والمية والغطاء النباتي. آدي جبال سانت كاترين الموجودة في سيناء المصرية واللي بتتأثر بالعوامل الطبيعية. ونكمل مع تغير مظاهر سطح الأرض. يتغير سطح الأرض يا ولاد باستمرار وبمرور الزمن، والعملية دي مش بسيطة، دي بتاخد آلاف السنين. وهناك بعض العوامل اللي بتؤثر في مظاهر السطح زي المية والرياح والحرارة وعوامل الطقس والسلوج، كل دي عوامل مؤثرة. طب كيف يتسبب الماء والرياح وعوامل الطقس في تغيير مظاهر سطح الأرض؟ يعني قول لي تأثير كل واحد فيهم. هنبدأ بتأثير المية. قال لك مثلا لو سقوط المية بقوة على التربة يحصل إيه؟ يساعد على نقل التربة وعينتها من منطقة إلى منطقة أخرى. طيب تأثير الرياح، لو حصل اندفاع للهواء على الرمل يعمل إيه؟ يتسبب في تكوين تل من الرمال يطلق عليه اسم الكثبان الرملية. وبعض الأمثلة على تغير السطح، اديني أمثلة حياتية. قال لك شايف الصخرة دي؟ سبحان الله، شايف شكلها عاملة ازاي؟ كأنها بص مرسومة، كأنها منحوتة، ولكنها دي صخور متآكلة. طب ايه كمان؟ الكثبان الرملية والمنحدرات الجبلية دي عبارة عن تلال من الرمال في الطبيعة، بتمثل ايه؟ الحاجات المهمة في حياتنا واللي بتظهر واضحة في الشكل ومدى التأثير بتاع المية والرياح عليها. جميل جميل، ده تغير مظاهر السطح وتفتت الصخور. أول درس، يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم.